عملتي ايه؟ تاكسي. زمالك، جاردن سيتي، سوبرا، بولاق، لوكاندا. لوكاندات؟ لا، انا ما احبش اللوكاندات. انا تحت امر سيادتك، اللي تطلبيه انا تحت امري. انا بقول شقه مفروشه. مفيش ولا شقة؟ من بابها، خدتها المؤسسة. المؤسسة؟ طب والعمارة اللي هناك؟ الهيئة. ودي؟ الوزارة. ودي المصلحة. المصلحة؟ أيوة. طب ودي الإدارة. إدارة؟ أيوة. طب ودي المؤسسة. المؤسسة؟ أيوة. حاكم فيه دلوقتي وزارة ومصلحة وإدارة ومؤسسة والهيئة والشركة، وكل واحدة من دول لازم يبقى لها عمارة كده. امال هما بيبنوا العمارات دي ليه؟ مش عشان الوزارة والإدارة والمصلحة والمؤسسة والهيئة والشركة؟ وفي كمان حاجات زي دي كتير قوي. يعملوا ايه؟ ما هم معذورين. هيودوا الموظفين دول كلهم فين؟ وبعدين الدنيا ليلت وانا لازم الاقي حته. اسمعي، عندك مانع تسكني في مصر الجديده؟ مصر الجديده؟ مفيش مانع ولو انها بعيده. خلاص، يبقى مفيش بقى الا عماره الست نجف. ست نجف؟ ايوه، الست نجف دي بقى كانت مشخلعه البر ده كله. لكن دلوقتي بقى على المعاش وعندها عماره بتاجرها مفروشه. ايه رايك؟ رأيي ايه مادام مفيش غيرها؟ يلا على مصر الجديده. توكلنا على الله.
الاول ايه بس تهاني، ما انا عارف انا بعمل ايه. ست نجف لا يمكن تكسفني. مش حكايه كسوف، مش يمكن ما عندهاش شقه فاضيه. تخلي المليان تتصرف. زمان حساب العداد تقيل قوي. استهاني ما بين الخيرين حساب. لا مؤاخذه. مؤاخذتك معاك. ست نجف دي بقى كانت اعظم علمة في البر ده كله. صحيح. وصوتها ده بقى كان بيدوي في الدنيا دي كلها. ورأسها يا سلام ما كانت تتشخلع. الارض دي كان بتتهز تحت منها. زلازل ايه وبراكين ايه. من شو انا قلبي بيوج علشان كده علشان كده خدتوا عزيزة. استا محروس ايه اللي جابك بدري يا استا محروس؟ معايا زباين يا سكينه. اهلا اهلا. الست باين عليها من عيله كبيره قوي. الست من المنصوره واتنقلت هنا. وطبعا لازمها شقه مفروشه. على ذوقك بقى يا سكينه. ما كانش يتعز. الله، ما تتعيد لي يا بنت امال. اتعدل ليه؟ هو انا معوجه ولا معوجه ولا معوج؟ طب روح عندها المعلمه. المعلمه في الخلوه. خلوه؟ خلوه. خلوه زيك كده من شو انا وقلبي يا ولد. الله، بالشفا ان شاء الله. كله بامره وبركه اولياء الله الصالحين. والنبي ومن نبى النبي نبي. العكوسات اهي باينه في البخور. منهم لله البعده. معرفش عظمي ماله زي ما يكون هيتفردك. الحجاب اهو يا معلم، بس ما تقلعوش ابدا. والنبي يا اختي ما بقلعه الا في الحمام لما باجي استحمى. ولا في الحمام، الشياطين بتطلع في كل مطرح. وانا كمان مبطنه عشان الميه ما تخشش فيه. ينيلك، هو حجاب وتر بروف يا نظمه. هو كده بالمظبوط يا استهانم. وانا كمان يا حبيبتي عملت حجاب لسعد عبد الواحد، بس المره دي هيجيب نتيجه ما فيش كده. وحياتك لو يعلق حجيبه الدنيا كلها ما فيش فايده. ليه؟ ده انا يا ما عملت وسويت واخر الليل جتتي تنهد ولا حس ولا خبر. ما خلاص قلبك فيه السلامة. اتك الدم الدم اتك. الزنفولي. نعم. عبد الواحد الزنفولي موسيقار وبلبل وجوز الست نجف. تشرفنا. ما تاخديش بالك. مين الشابة دي؟ الست من المنصورة، وقصد حضرتك في شقة تقعد فيها. وحضرتك متجوزة؟ لا، أرملة. وجوزها الله يرحمه كان راجل زي السكر. مين اللي قال كده؟ أنا ما اتجوزتش خالص. أمال الطفل اللي بتقول عليه ده إيه؟ ده ابن اختي وانا اللي بربيه. وحضرتك بقى مستوظفه؟ ايوه، انا كنت مدرسه موسيقى في مدرسه المنصوره للبنات، وبعدين اعلنوا عن مسابقه عشان بيعملوا فرقه موسيقيه عربيه. قدمت فيها ونجحت واتعينت، وعشان كده قمت جيت مصر وبدور على شقه صغيره. ام لسه محروس قال ان عند حضرتك. والنبي يا اختي ما كانش يتعز. انما مزيكه ايه العربيه اللي انتوا بتتعلموها دي؟ هو بقى فيه مزيكا عربية دلوقتي. ما خلاص. فعلا ما خلاص، زمن المزيكا والأسطوية الله يرحمه. قول لها يا عبد الواحد. أقول يا معلمة، زمن المزيكا والأسطوية الله يرحمه. ما يرحموش ولا حاجة، الموسيقى العربية لسه عايشة، والفرقة الجديدة بتقدمها على أسس علمية. علمية؟ شلها يا علمية. أظن مفيش داعي للكلام ده. إحنا جايين نسأل على شقة، واضح إن مفيش. بينا يا اسطى. الله، حد يزعل المعلمة؟ استني بس ما تزعليش. انت زعلت يا شابة؟
انا عارفه بنات الايام دي بقوا معصبيين كده. طيب اصبري ولا تزعليش. اهي المعلمه قالت لك اصبري، ده البقى ابيض من البفته البيضة. يا سكينه. نعم يا معلم. روحوا شوفي عبد الفضيل هيغور امتى، يمكن يكون ربنا سهل له وجات له النقلانيه ويسيب الشقه للشاب. حاضر، خدوني معاكم. فوري جت. تعال هنا. رايح فين؟ اصل في واحد صاحبي مات وراح اعزيه. صاحبك؟ الباقي في حياتك. كل سنه وانت طيبه. سلام عليكم. تعال اهي وحياتك النقلانيه اهي، وسكه السفر مفتوحه قدامك اهي. بس اسمع يا اخويا، ما تنساش انا ليا الحلاوه. حلاوة وبس؟ ده انت ليك الحلاوة والحمص وحب العزيز كمان. بس يلا بقى احسن، انا خلاص طهو. يا دين النبي. والنبي انت كده يا اخوي، بقى حد يبقى في البندر ويسوي الهواية عشان يروح الفلاحين. بقى ده اسمه كلام يا نازنة. ومال يا استنوز دي الفلاحين يا حبيبتي، هي الخير والبركة. وليلها والنبي يا استنازنز، قولي لست هانم اللي عاوزة تعيش في مصر في غابة كلها وحوش، ايش سبوعة وايش مورة وايش تماسيح. يا باي. ايه ده اللي انت لابساه ده؟ انا مش 100 مرة قلت لك الجبانيز ده ما تحطوش على جدتك ابدا. وهو فيه؟ امشي يلا، هاتي حاجة داري بيها دراعاتك. وهو فيه هنا حد غريب؟ امشي يلا جكبشش في ركبك. حكم بنت تحكماتك تطلع الروح. قولي. يعني انت مطمنة استنزنز؟ السكة مفتوحة اهي. ما انت قلتي قبل كده قدامك نقطتين، وادي فات يومين والجمعتين فاضل فيهم 3 ايام، يعني بعد 3 ايام هتنقل واسيب البلد المدعوقه دي ان شاء الله. والست عايزه تعيش هنا بقى، دي بلد الواحد يطمن فيها على مراته، خصوصا اذا كانت ست حلوه زي نوسه مراتي. الحق يا سعاد فاضل افندي، انت عداك العيب. ما انا قلت لك يا اخويا نعمل لها حجاب، يبعد عنها ولاد الحرام ولا ايه؟ ولا ايه؟ ما خلاص. إذا كانت النقلانية بعد 3 أيام يبقى مفيش داعي لحجاب ولا غيره. خش جوه. الباب بيخبط. ما أنا عارف إنه بيخبط. أنا مش قلت لك 100 مرة مالكيش دعوة بالباب لما يخبط؟ خش جوه. خش أنت كمان يا استنزنز. حاضر. يلا يا حبيبتي. ما تيلا. ست سكينة، عاوزة إيه؟ سكينة يا عبد الفضيل، سكينة احفظها والنبي. سكينة كزلك، خلصيني، عاوزة ايه؟ الست نجف بعتنا نسألك، هتعزل امتى؟ انا مش دافع الايجار ومقدم كمان. مش حكاية ايجار. امال حكاية ايه؟ اصل الست عاوزة الشقة. ست؟ انا الست. والله بقى انا مش هعزل الا لما يجيني مزاجي. لما يجيني مزاجي ساعتها هبقى اعزل. عاجبكم كده ولا مش عاجبكم؟ قلت ايه؟ انت كل يوم تقول هعزل بكره هعزل بكره، ولحد دلوقتي ما شفناش لا تعزيل ولا حاجه. الان على العموم كلها 3 ايام وخلاص. المره دي 3 ايام بصحيح. 3 ايام ايه؟ وال3 ايام دول بقى هنامهم على الرصيف؟ بقول ايه؟ الشقه تحت امرك، اقعدي معانا، مفيش حد غريب. اقعدي معانا لحد ما نعزل. انا ومراتي الست نوسه، حكيمنا رشيق. نعم. وانيق. نعم. رشيق وانيق، واخده بالك؟ واخده. قولي معايا. اقول رشيق وانيق. ياه، ده انت رشيق رشاقه. ضعيفه اقول انت يا المره دي وحياتك مش هتخيب ابدا، بكره يجيلك على ملا وشه، بس اتقلي شويه طولي بالك. انا مطوله بالي قوي، وهو ولا سائل ده ولا مره رفع راسه وبصلي. اللي اوله صعب يا حبيبتي، اخره سهل وفاتك كتير، ما بقى الا القليل. يعني هيجيني ان شاء الله يا حبيبتي. انت شفتي يا استنازله ايه طوله وعرضه؟ ده زي بتوع السيمه ولا شنبه. انا بقى لي كام يوم يا حبيبتي ما شفتوش خالص. مسافر؟ انا سالت البنت سكينه قالت انه مسافر جمعه. ايه استنوسه، اعمل لكيش حاجه يا حبيبتي عشان سعاد فضيل؟ ما تتعبيش نفسك، ده انا عشت معاه سنه، الحبس كان اهون. بس لو حبيب الروح ده كان ياخد باله مني كنت اخلص من عبد الفضيل بالعافيه ولا بالرضا، وكل حي يروح لحاله. عجبكم كده نضيع الوقت بكلام فارغ واخرتها ما فيش فايده؟ طولي بالك بس يا ست هانم، واذا حبكت تباتي الليله عند الست نجف والصباح رباح. ابات عند الست نجف؟
انتوا فاكريني تليحة؟ طبعا ولا هممكم. يا ست هاني مولها همنا ازاي؟ الله، هو احنا مش بني ادمين؟ مش باين. الله بقى، مش بني ادمين يعني ايه؟ تعالى يا سي محروس. نعم طبعا، ما زمان العداد بيشغل تحت في التاكسي. اسمعي يا ست هانم، احنا مش حراميه، احنا عايزين نخدم وبس. العداد ما بيعدش ولا حاجه، انا عامل البندره انتظار قبل ما نطلع، وكمان الفلوس اللي عداها العداد انا مش عايزهم. والعمل لازم الست تتصرف. ايوه فضلك. انت بتعزف غلط، تسمع؟ غلط؟ اي غلط ده ايه؟ دي صوابع البلبل. على فكرة، على فكرة انا البلبل. احترام. غلط؟ ايوه، دي اسمها تحويلة راست سوزناك، واي هاوي يعرف يعزفها. الاول بتبتدي راست وبعدين بتخش على مقام السوزناك، وهما الاثنين تقريبا زي بعض. مظبوط، والنبي هي كلامها صح. وزي ما حضرتك عارفه انا بدور على شقه. اقعدي بس وانا اتصرف. يا سكينة. نعم. العمل يا سكينة، الست دي لازم تفضل معانا. لا، قاعده في شقه الاستاذ. ايه، شقه الاستاذ حسين؟ ايوه. ازاي يا بت؟ الاستاذ حسين مسافر اسبوع بحاله، يعني 7 ايام. كويس كويس. اه، الست بقى مسكنها مطرح وزجيه صاحب الشقه. الله بقى، يبقى يحلها ربنا. يا بنت يا ام مخ نضيف. تربيتك يا معلمه. الحمد لله، اتحلت بامر الله. الشقه تحت امرك وكامله مما جميع. دق يا مزيكا. حتى المعزول العزول قول الآن.
وبينه سافر يا اختي ولا اتنقل والنبي ما انا عارفه. هو كان بيشتغل ايه؟ بيشتغل من اللي بيقولوا هما القاهره. هنا القاهره. اعرف بلادك. برنامج يقدمه حسين ادهم. سيداتي انساتي سادتي، نحن الآن في عروس البحر الأبيض المتوسط. حسين أدهم معكم في الأسكندرية. نبدأ جولتنا في حديقة الخالدين. أنا شايف قدامي تمثال محمد كريم، وتمثال عبد الله النديم، وتمثال أمير البحر حسن الإسكندراني، وأخيرا خالد الذكر وفنان الشعب سيد درويش. خش جوه. ايه ده؟ اتأخرت ليه؟ يا دوب الحفلة خلصت دلوقتي. ايه عملت ايه؟ جبت لك اللي مش ممكن يخيب ابدا. ازاي؟ عين العفريت معجونة بمية التمساح. تمساح؟ التمساح ذات نفسه، تمساح ذكر ما جابتوش تمساحة قبل كده. يعني انت مطمن؟ ايه اللي مطمن؟ واكتبي الله ليك الحلاوة. بس ابقى سمي قبل ما تاخدهم واقرا عدية ياسين في سرك. حاضر. وليلتك فل ان شاء الله. سبع وحياتك سبع. على فكرة انا البلبل. لا 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 لا، ده انا السبع. خلاص زمانها نايمة في سريرها، وقبل ما يجي حسين يكون فيها فرج. انا قلبي اتفتح لها. ست ايوه وبتفهم في المزيكا، بس لازم قبل ما يرجع بسلامته من السفر نكون اتصرفنا. لسه قدامك ست ايام بحالهم، ولا يهمك يا ستي، دول ست ايام. ست ايام ستي. نعم. التك الدم الدم.
وعليك واحد. الحلوة النوسة، نوسة حبيبتي، ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ مش عارف ايه اللي مصحيني. ما تسأل نفسك يا اخي النهر. نام نام يا اخويا، روح نام، شخر، انت وراك حاجة. ورايا ورايا التصويرة دي حلوة دي، اصل انا رشيق وانيق. اصحى يا فالح بقينا الظهر. قوم قامت قيامتك يا سكينه، انت يا سكينه، انت يا بنت يا سكينه. الراجل عبد الفضيل ده لازم يغور في داهيه، مش كفايه شغل الشقه. هو عمل ايه بس تاني يا معلمه؟ عامل ايه؟ ادي اللي عمله يا اختي. قوم عملك اسود. هي كده، هو ساكن بالنهار وهي ساكنه بالليل، وانت اللي عليك بقى يا فالح تقف ددبان، اصفر تصفر، افهم تفهم، تاخد بالك كويس احسن الاستاذ حسين يطب تبقى نصيبه وننكشف. اما حته حكايه يا جدعان وحياه النبي ولا في السيبه. سيمه مين؟ نعم طفلين مخي انا. ما انا عارف، هو في هنا مخي زي مخك انت اللي تعبني قوي. تعبك تعبك ليه بقى؟ يعني ما انتش عارفه. نفسي بقى، نفسي بقى. نفسك فيه يا سي مدبوش؟ نفسي اعمل زي بتوع السيمه، الواد البطل ياخد البنت بتاعته كده اهو. والنبي بعينك انا بحبك، بحبك صحيح، لكن بحب غنوه صالح عبد الحي. حلالي بلالي، فاهم يا افل؟ حلاوتي. إنك سنودان
الو تليفون عشان حضرتك. الو ايوه انا حسين. ايوه يا حسين سامعني كويس؟ زهق شويه مش سامع. اهلا ازاي الصحه؟ مش قبل اسبوع عندي شغل في اسكندريه. بقول مش قبل اسبوع وحتى لما ارجع مصر شغلي هيبقى بالليل. مجهود حسين عاوز اتكلمك. الو الو ايوه يا سي حسين ازيك؟ ايوه اتفضل كل معانا بسم الله. ايوه عمي بيقول ان لما ترجع هيجيلك مصر. ازيك يا سي حسين؟ ايوه امال خد كلمه. باشمهندس حسين ماله وصلوا بيحاسب التاكسي على الباب. يا نهار اسود وست خرجت دلوقتي. هدومها وحاجتها كلها في شقه. روحي انت شيل الهدوم وانا هتصرف. هتصرف هتعمل ايه؟ قلت لك هتصرف. الله يسلمك. شك اتفضل اي خدمة. طب وحيد النبي محمود صلحيني. جدع يا واد جدع. الحكاية دي انا شفتها في السيمة. النبي سكينة. نعم. تعالي اجي معاك. امشي انت هلا. لو النبي ليه ليه ليه. تعالي عشان ريحة الشقة؟ شم حاجة؟ ريحة برفان. برفان؟ وده منين البرفان ده كمان؟ حد دخل الشقة دي وأنا مش هنا. أبي سي حسين. يعني وحياة النبي دخلت عشان انفضها ولا كنت اسيبها بعفرها؟ اسمع. نعم. اذا شميت ريحه برفان في الشقه تاني هتعرف شغلك. حاضر. اسمعي. نعم. انا عندي شغل من الليله دي طول الليل. يعني هغيب طول الليل لمده اسبوع. احسن. احسن يعني ايه؟ عايز اقول اللي مش فاهمه حاجه. اذا دخلت الشقه دي وانا مش هنا هقطم رقبتك. حاضر. سي حسين. ها؟ يعني حضرتك الجمعه دي كلها هتشتغلها بالليل؟ ايوه. يعني كل يوم هتنزل من المغرب وترجع الصبح؟ ما قلت لك ايوه. وايه اللي يهمك في الحكايه دي؟ لا اصل هي وبعدين حضرتك وال طيب طيب يلا. السلام عليكم. ايوه ايوه. نعم. عملت ايه؟ عدت سليمه لحد دلوقتي وبيقول انه هيشتغل الجمعه دي كلها بالليل. والعمل؟ كلها يوم ولا يومين لحد عبد الفضيل ما ينكشف. اسمع. ايوه. روحوا قولي له بعد يومين يا يعزل بالمعروف يا هيلاقي هدومه في الشارع. عينيا الاثنين. اه رايح فين؟ انا رايح اعزف واحد صاحبي. والنبي واحد صاحبك؟ البقيه في حياتك.
كل سنة وانت طيبة. صباح الخير يا سكينة. تعالى السلام. جود مورنينج يا حبيبتي. يا ما شاء الله عليا ست العرايس. كيف يكتم السر؟ نازل السلالم يا ما شاء الله عليا. ايه يا سكينة؟ هو انت بقى راديو على الصبح؟ طالع السلالم. هو ايه اللي طالع السلالم ونازله من على السلالم ده؟ انا عارفه يا اختي، ما انت طالع السلالم عند الاستاذ ونازله السلالم برضو من عند الاستاذ. ما ترسلك على بر. اعمل ايه يا سكينة؟ مش قادره. دليني نوريني، هو رجع من السفر؟ لسه ما رجعش من السفر. وهيرجع امتى؟ والله ما اعرفش. عيني عيني بس لما يجي. عن اذنك يا سكينة. على فين نازله؟ اه يا طايشه. مش جوازي يظهر انها خبصة من خباي الشبان الايام دي. باين عليها من بتوع الخبص. تعالي تعالي وياي. يا لهوي يا لهوي ستي 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 الحقيني يا ستي الحقيني 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 ستي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي مالك يا بنت سايب صنوكك؟ يا لهوي يا لهوي ابويا ابويا. ابو مين؟ ابوه زمانه جاي وهيطلعوا الشقة سوا. وهي فين؟ هي جوه؟ لازم تكون جوه. امال يعني هتكون فين؟ طب اسمع، روحي قولي لها ستي عيانه وعايزاكي ضروري. عيانه؟ انا هخش اعمل عيانه وانت تروحي تندهلي. يا حلاوتك يا ستي اللي ما فيش منك. هصوا وفعيل اللي ما يصلي على النبي.
ايه؟ ايه يا سكينة؟ الحي الست نجف. الست نجف؟ تعالي هنا، انت رايحة فين؟ اشوف الست نجف. الله، هو انا لسه قلت لك فيه ايه؟ اصل حصل ايه؟ الست نجف بتطلعها في الروح. عايزاكي ضروري. طلع في الروح عايزاني ضروري. او النبي اعملي معروف الحقيقه قبل ما تموت، زمان روحها طلعت. طيب بسرعه غير هدومي. كويس كده، هو احنا رايحين حفله، انا باجيبهم لك. يلا. الست نجف بتطلع في الروح. بقى كفايه هتنفذي. وادي مفيش شغل غير الاكل. فهي كده زمان عريس الجاي، كفايه شيلي. اهلا وسهلا. ازاي الصحه؟ الله يحفظك. اهلا وسهلا. ما تفضلوا. اتفضل. هات عندي. لا ايه، ما صحش عشان العماره، بس عشان العماره. ايه الكلام ده؟ مداوي ربنا. طب اجيب لك كولونيا تشميها؟ ما احبش الا البرفان. برفان؟ اه ياني، اه يا عيانه ياني، بقى بالشر عليا ملعايا وسرت العايا يا نجف جف. مش معقول يا بابا، لازم دخلتوا شقه تانيه بنوع الخطا. وانا تاهي على الشقي. اهي الشقه فاضيه قدامك يا بابا. والله مصري بقى دي تحير. اتفزي بت، فزي لفصاص الكرسي. سختي بعتوها لامي. ما تقوليش الكلام ده، لحسن ده انا من النوع اللي بتقصى. والعماره اكتبوها لانقاذ العوالم. بعد عمر طويل ان شاء الله. سيبني من بقك. يا سكينه يا سكينه يا سكينه يا سكينه، الحقوني كوبايه ميه. هروح انا اجيب لها الميه. جبتي البست المنور في الحفظ والصون اهي. حط لها حبيتين اتنين بالعدد. تقوم تنام على طول يا ست نجف. تشخر للصبح. حلاوة افكارك يا ست نجف يا اللي مفيش منك. اه يا ابو يا ابو، ايه اللي عملتيه ده؟ انتوا مش قلتوا عايزين مية؟ طب انا متأسفة قوي، ما كانش قصدي ارشكوا. ما هو اصلي يعني، ما هو اتفضلي الشاي. لا، ما انا بشرب مية، مش ماليش نفس. ملاش نفس؟ بعد مخي في وشي المية ومش عايزة تشربي الشاي. لا لا. اه يا بطني كمان. اشرب. ها يا بطني. بشرب. كمون كمون. ها يا بطني. بشرب. يعني كمان قلت لازم الواد يتهبل في مخه. عيب يا بابا، وانا صغير. طيب نقوم احنا ننام عشان هنسافر بدري. طب اتفضلوا انتوا في اوضه النوم. وانت؟ انا هنام في الصالون. طيب اتفضلوا. انت حطيتي كام حبايه؟ خمسه. احنا نهار ابوكي اسود، دي مش هتصحى ولا بعد جمعه. يا نهار اسوح. مساء الخير. Police!
يا بنت اوعي، سيبي دالي، سيبي دالي. أنا فين؟ كبس عليك النوم، نيمناكي عندنا. إيه هقوم بقى. مش تطولي بالك أما تفطري معانا. متشكرة أوي. تمام يا معلمة. طيب يا أختي، مع ألف سلامة. سعيدة. لا 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 صوت فاميري فاصل لا صوت صوت بابا لا 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 أنا عايز أسأل، أسيب ذكر البط
واروح اوصل ابويا المحطه، ارجع الاقي حمامه وبرام الرز الاقي سلطانيه زبادي. ازاي افهم؟ عايز افهم. يو ده انا نسيت. نسيتي ايه؟ اصل النور اتقطع وخفت على الاكل بتاعك يخسر، ولما رجع النور قلت ارجع ويظهر اني غلطت ورجعت لك اكل حد تاني. الاكل بتاع الاستاذ عندك، وديه حالا يا سكينه ما تاخذناش بقى. يعني مش والنبي مظلومه يا سحسين مظلومه. انت عارفه اكل الاستاذ فين؟ ايوه. امشي ندري وديه الشقه بسرعه. حاضر. طب استاذن انا بقى كده اوام، مش بس ما نشرب القهوه سوا الاول؟ لا معلش، بس على بس كده. اما معلش متشكر. يا كنت فين امبارح يا سهباب؟ الله، دي مقابلة تقابل بيها واحدة جوزها؟ كنت نايم فين؟ كنت عند عفاضيل، نمت. لا يا شيخ، تضحك عليا ولا؟ بس ما تقوليش يا ولا. أمال أقول لك إيه؟ أقول لك يا بيت؟ بلاش اللي اتأدب. ما هو بقى أسمع، يا تمشي عدل يا تشوف لك حتة تانية غير دي. أنت بتهديني؟ أيوة بهددك. أنا مش ناقصاك. يعني أنا اللي ناقصك؟ اللي محتاج للتاني يستحمل. وانا محتاج لك في ايه؟ اسال نفسك. انا مش محتاج لك في حاجه، انا فنان. فنان؟ فنان. العافيه يا سي فنان. من هنا ورايح يا تمشي عدل يا دور في 60 دهية. الله يسامحك. شوف لنا جنيه بقى يا جميل انت. يعني ده ما كانش ظابطه في مدرسه. لا يمكن تبقى سجانه في سجن القناطر. اخص عليك. امال ايه بس؟ ملاك نازل من السما ببالون، مش كده؟ عاجبك كده؟ ولا يهمك، تعالى ما سهرك سهره تعجبك.
نص دست هما ايه؟ الكساد يا سيدي، العدد في الليمون. اعصر افكارك ورد بسرعه. كلم بتفكر في مين؟ بنت زي القمر، وزي ما قالوا زمان العيون عسليه والشعر بيهفف يا اخويا، بيهفف وعليها جوز رجلين، ولا جسمها ركبتها مشيتها كل حاجه فيها. يعني عيط؟ لا بلاش عيط كمان. امال عايزني اعمل ايه؟ وطي صوتك، انت عايزه توديني في داهيه. اخس عليك يا حسين، كل ده ومش حاسس بيا، ده انا روحك. طب اطلعي. عرفنا مين خطيبتك؟ لا. المدام. لا لا لازم ملايلة. وبعدين بقى وياك الحلم لازم تبقى الجارة. الجارة المفروض الاستاذ المحترم يحترمها، يا بقية السكان حضرتك جايب لي واحدة. أرجوكي. بس ما تقوليش واحدة. طيب جايب عسكري. انا عسكري يا مشروع ست. انا ست يا خيتي، ست اشهر. وبعدين بقى اطلعي فوق لحسن حمدالي لجوزك. وكمان متجوزة؟ ايوه يا بوز الاخت. ان ما وريتك ودفعتك ثمن غالي ده انا هخرب بيتك زي ما خربت بيتي. احجيبة وعمايل. وكمان بتعملي احجيبة؟ اخرس انتي. تعالي هنا. مطرح ما هنروح. تاكسي. Thank you.
اهلا وسهلا. هو في ايه؟ بقول في ايه؟ طرابي. طرابي؟ يبقى لازم نجيب الطرب البلدي. بلدي؟ قصدي بوليس النجدة. الو 122 بوليس النجدة، 122 بوليس النجدة. الو حاول تجيب ده يا طرابي. لا 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 الظابط دي شقتي ولقيت فيها واحده حراميه حبستها جوه. طريت على الباب. الحقني حضرتك الظابط، الحقني الراجل ده هو دخل شقتي. الراجل ده حراميه حضرتك الظابط. شقتي حضرتك الظابط. انا مدري حضرتك الظابط شقتي. انا حضرتك الظابط. سكينه قولي لحضرتك الظابط دي شقه مين. ايوه سكينه قولي لحضرتك الظابط دي شقه مين. دي شقه مين يا شطر؟ شقه الاستاذ سكينه. شقه مين سكينه؟ وكمان يا حضرتك الظابط شقه الست زينب. سكينه شقتك يا حسين. سكينة. نعم شقة مين؟ شقتك يا سكينة. سكينة. شقة زينب ولا شقتي؟ شقتك يا سكينة. 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 هي وصلت للبوليس دي مش شقتك. شقتك. لا 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 مالكوش حق ابدا. استنوا بس يا واش يا واش. تعالى اما اقول لك يا حضره الظابط. بقى الحكايه كده. كده وحياتك يا حضره الظابط. يا اختي عليهم والنبي لايقين في الدلع قوي. ربنا يخليكم لبعض ويسعدكم بعض. والنبي مش كتاكيت يا حضرة الظابط. يا مدير مش عيب برضه لو انك راجل محترم وقدامك مستقبل. انا كنت عملت لك بلاغ كاذب. كاذب ليه يا حضرة الظابط؟ مش عيب برضه تبقى جوزها ومش عارف تشكمها. جوز مين؟ ايه اللي اشكمها وبلاغ كاذب وكتاكيته؟ البوليس جرى له ايه اليومين دول؟ انت هتستعبط؟ اتفضل بقى كفايه اللي حصل. وريني عرض كتافك. يا بجحتي بتطرديني من شقتي؟ ولسه كمان بتقول شقتي لحد دلوقتي؟ وقعدها كمان في جيبي. الحمد لله ربنا تاب عليا من شيل البرانين. كانوا تقال قوي. السلام عليكم. ابدا. نعم هدوم الست. انا عاوز ازاي انا وهي ساكنين في شقه واحده وما نعرفش بعض؟ اصل حضرتك ساكن بالنهار وهي ساكنه بالليل. كده او النبي. يا حراميه نصابين. اتفضل بقى اديك عرفت انها شقتي. اديك انت عرفت انها شقتي. اتفضلي بقى من غير مطروح. انا مش هسيب الشقه دي وكمان زمان القطر جه. يا رب يعرفوا يجوا لوحديهم. وكمان منتظره ضيوف. شقتي وانا حره فيها. اما جريئه صحيح. من فضلك احفظ لسانك. انت فاهم ولا لا؟ ها يا ترى انت فين يا وحيد؟ يا ترى انت فين؟ اسمه وحيد. مالكش دعوه. ماليش دعوه ازاي؟ مش هيجي يسكن مع حضرتك في شقتي. انت هترجع تقول شقتي تاني؟ دي شقتي انا. واتفضل بالك من زمانه جاي. بكل بساطه كده زمانه جاي. وطبعا لما يجي ويشوفني هشك في حضرتك. ياه ده انت خيالك خصب قوي. والله مش اخصب من خيال حضرتك. ازيك وحيد يا حبيبي؟ انت وحيد من شكل الدنيا ومسير الدنيا. تعالي اقعدي يا ام سيد. انا متاسفه قوي استنيت حضرتك على المحطه ما جيتيش. كان معايا العلوان قلت اجنب. انا متاسفه قوي. عملتي طيب؟ اتفضل بقى. حاضر كلك ذوق. هيا يا ام سيد احكي لي عملت ايه بعد ما سافرت؟ وحشتينا قوي يا ست زينب. واسم النبي حرص ما بطلش عياط من يوم ما سبتيني. حبيبي يا روحي. جيوخ 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 جي ده احنا هو قوي. انا رايح ادور على شقه واذا ما لقيتش هرجع تاني. قولي لي يا مسيد اتاخرتوا ليه؟ ده انا اول ما وصلت بعت لي جواب على طول. قعدت استنى عزيزه الداده تيجي ما جاتش. والاخر جت وقالت امي عيانه ومش هقدر اسافر.
قلت اجيب انسي وحيد واجي وحضرتك بقى تشوفي دادا تتصرفي. اتصرف؟ اتصرف ازاي؟ هو في هنا الزدوات؟ ربنا يرزق يا ست هانم. طب بقول لك ايه يا ام سيد؟ نعم. ما تقعدي انت معانا يومين ثلاثه هنا. لا يا ست هانم ما تاخذنيش، انا لازم ارجع بكره باذن الله، لان العيال سايباهم لوحدهم وانا واخده اجازه يوم واحد. العمل ربنا هيرزقك باذن الله. طب يا ام سيد خشي استريحي انت بقى. متشكره يا ست هانم. ابن اختي توفت. تعيشي يا اختي. بس لازم دادا، انا بشتغل وام سيد محكمه رايها السفر بكره. ولا يكون عندك فكر، يومين اتنين وانا اشوف لك واحده. واليومين دول هسيبه لوحده ازاي؟ سكينه تاخد بالها منه لحد ما ترجعي من الشغل. والشقه؟ الراجل البجح مش عايز يعذب. انا اتصرف معاه، طولي بالك بس والنبي كله هيتحل وكل حاجه هتبقى عال. ما وصلكيش بقى. اطمني وربنا يسهل. كتر خيرك. ما لقيتش شقه تانية. والله دي مشكلتك انت، ما تروح تنزل في الكندا. انزل في الكندا؟ ما تنزلي انت في الكندا وتسيب الشقه لصاحبها. دي شقتي انا وما عنديش استعداد ابدا اتنازل بيها لاي حد تاني. حد تاني؟ انا حد تاني؟ ده انا صاحب الشقه والعقد مكتوب باسمي. تروح تنزل عند واحده من صديقاتك. يعني ايه؟ يعني البت بتاعت مسرح البالون مثلا. اولا البت بتاعت مسرح البالون دي قليطه، ثانيا ما عندهاش شقه، ثالثا بتلقح جتتها على الناس. من فضلك انا ما اسمحلكش. طب انت زعلانه ليه؟ انا بتكلم على البنت بتاعت مسرح البالون. طب انا عندي اقتراح تاني. اتفضلي. ايه رايك ما تنزل عند عبد الفضيل افندي؟ عبد الفضيل؟ اصل ست معجبه قوي وهتتبسط خالص. ارجوكي مفيش داعي تاذي شعور واحد ناوي ترميه في الشارع. انا متاسفه. العفو. ودلوقتي افهم الموقف ده هينتهي امتى؟ ما انتهى خلاص. يعني ايه؟ يعني حضرتك من غير ما ترد تروح تدور لك على شقه تانيه. اسمعي بقى. نعم. انا عندي شغل بالليل والصبح اذا الموقف ده ما اتحلش انا هشتكي. تشتكي؟ واجيب البوليس كمان، اصل السيل على شقق الناس مش حاجه سهله، مش فوضى. يا مدام نجف، يا ست نجف. يا صباح الخير على زينة السكان. انا مش عايز مجاملات. سيادتك عرفتي ازاي تغشيني؟ ايه اغشك؟ عقد ايجار الشقة المفروشة واضح جدا، سيادتك الطرف الاول وانا الطرف الثاني، يعني الشقة تخصني واضح؟ ايوه يا اخويا واضح. واضح في العقد لكن مش في الحقيقة. الشقة شقتي وانا معرض انام في الشارع. ازاي الكلام يا مدام؟ احب افكرك ان في بوليس ومحاكم وسجون للغشاشين والنصابين. سلام عليكم. يا نصيبتي السجن. يا سكينه يا نضله. خير يا ستي؟ ربنا الشهر. سلام. ايه حصل؟ ايه هيدخلني السجن؟ يا لهوي يا ستي، والنبي اكون جايبه لك فرخه محمره قد كده اهو. ازاي من بقك يا سكينه؟ دي فرخه يا نضله. الله يسامحوني يا ناس. هتسجن يا لهوي. رقيتك واسترقتك يا اختي. اوعي كده. رقيتك واسترقتك من عند كل السكان اللي شافوكي ونضروكي ولا صلوش على النبي. أي والله العظيم اللي بقوله صح يا شيخ. قول كلام غير ده. ما فيش كلام تاني اقوله. المدة اللي كنت مسافر فيها الست صاحبة العمارة سكنت الشقة الواحدة أنسة، ولما رجعت كنت أنا بشتغل بالليل والأنسة بالنهار. أنا أنام بالنهار والأنسة تنام بالليل. طب هدومك وهدوم الأنسة؟ العفاريت الزرق بتنقلهم. أما فكرة جهنمية يا صاحبي، جهنمية. يعني دلوقتي الأنسة تبقى صاحبة الشقة. طب وحضرتك؟ أبقى صاحبها. صاحب مين؟ الشقة يا لمع. تعالي بس، تعالي بس. ايه؟ ايه؟ تعالي ابعد عني. اروح لمين؟ انت خاين. ان شاء الله يفرم لي طرماي. يعني اسمع كلامك؟ من غير حجبه ولا عمل ولا رمل ولا كوتشينه. انا صريح. انا ما بقتش اصدق حد. ايه انا؟ اسم. صعبان عليا. وبعدين؟ عصفوره عايشه مع وحش بشري. ومعاك؟ عصفوره عايشه مع بلبل. على فكره أنا البول. أخاف على العصفورة. من إيه؟ من نار. نار، نار يا حبيبي نار. ابعد، حد يشوفنا. يا خبر زي بعضه.
شيب. فكري ليه يا رب؟ سلم المجد بينتظرك. اخاف يقع من على السلالم. حب واحد انا وقعت. استاذ وحيد احكي لك حدوته؟ هحكي لك. مره يا سيدي واحد قاعد في شقته مبسوط 24 قراض، وبعدين طلعت له من تحت الارض كده واحده ست بجحه ما عندهاش ذوق، وجت استولت على شقته، اوضه اوضه، كرسي كرسي، كنبه كنبه. انت قالب دماغ الولد بتقول له ايه؟ معلش يا حبيبي معلش، معاك ناس ما بتحسش. تكلميني؟ قليل الذوق، بتدوش طفل بريء. انا دوشته؟ صوتك مزعج. ده انا بسليه، عمال احكي له حكايات لما لساني اتهرس. ومين قال لك تحكي له حكايات؟ ما هعمل له ايه؟ العب الكوتشينه؟ يا سلام، فضل سيادتك روح شوف لك حته تنام فيها. كمان؟ طبعا. لا والله مهذبة قوي. طيب انا طالع عباد بر، بس شوفي لك تصريفه. تصريفه في ايه؟ في الاحتلال ده. طب تهو. حاضر. هتهو. بهدومي؟ ما هو مش ممكن نعيش كده ابدا. بس وطي صوتك، انت عايز اصحى؟ خلي عندك دم. ما هو مش ممكن نعيش كده ابدا. نعيش؟ قصدك ايه بقى؟ انا وانتي؟ انا عايشه كويس، اتكلم عن نفسك بس. يا ستي نبطشيه الليل خلصت، هبقى اجي بالليل واروح الشغل الصبح زي الناس. انت حر. حر ليه؟ وطي صوتك. يصحى. يصحى؟ ايوه. طيب تنام بالنهار، تنام بالليل، تنزل الشغل الصبح، تنزل الشغل بالليل، ده شيء ما يهمنيش. ما يهمنيش يعني ايه؟ قلت لك وطي صوتك. يصحى. يصحى؟ ايوه. طيب. شايفه القمر يا سكينه؟ إلهة الهرش. يا طيش يا متهور، فين هو القمر ده؟ ده احنا في عز الظهر. يعني انا جايبها من عندي، ما هم بيقولوها كده في السيمة. سيمة؟ والنبي ما في سيمة الا اللي احنا فيها. هي فين السيمة دي يا سجن؟ ما تبص يا عجز. الست نوسة والاستاذ عبد الفضيل، الست نوسة والاستاذ حسين، هيرسي العطا على مين دلوقتي؟ على الاستاذ عبد الواحد. حلاوتك يا واد يا مفتح. يا وقعته السودة لو عرفت كده الست نجف. نجف دي ما بقتش نجف يا حصرة قلبي، دي بقت شمعة. كبدي عليك يا معلمة، يخونك برضو الراجل السو. روحي صعب واحد. إلهي يوقف نموك يا طايش يا متهور. أنا خايفة. معاك سبح. ولو حد شافنا؟ أفديك بروحي. أنت بتغني عليا. طب ان شاء الله يفرمني ترماي، انا صريح. وهعمل ايه بعد ما نهرب؟ هتعيش بعيش البلبل. على فكره انا البلبل. وجوزي؟ ولا يهمك، هو هتطلعك من هنا هتلاقي سلم المجد من هنا. وهطلع السلالم؟ انا المسؤول. انزلي. يلا ننزل سوا. يلا. انجاز ملعين كفره. الواد فاكرني عبيطه، انا من ساعه ما سابني هنا وخرج وانا قريت على وشه الخيانه. وحضرتها فاكراني نمت؟ ده وانا نايم وكاني شفت كل حاجه.
يا ملت بختك يا نجف، اكلتي ونضفتي ودي اخر تعبك طلع على شونه. كله عند الله يا مايسترو. المايسترو ده ايه يا اخوي؟ مايسترو يعني معلمه بلافرنجي. والله انت ست طيبه واميره وبنت حلال، ولا يمكن ربنا يوقعك في دقيقه ابدا. بقول يعني قصدي يعني نعم بقول يعني اصل ايه لا ولا حاجه. الدم تك دم تك دم تك. اهلا وسهلا. اهلا اتفضلي. اهلا وحشتني قوي. انا وحشتك؟ ده انا طول الليل وانا بحلم بيكي. وحشتني قوي يا سونا. هات بوزه. يا سلام. اعمل لك كاس ويسكي؟ لا 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 ميرسي. تعالي 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 نشرب كاس. يا سلام هاتي بوسه. تشربي ايه بقى؟ اعمل لك واحد ويسكي. لا 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 ميرسي مش دلوقتي. لا لا مش معقول. ايه الجمال ده كله؟ عجبك القميص؟ انت وحشتيني قوي يا روحي. بس حلو. المواصلات صعبة قوي يا دي. الله يا مخيمر، ما انا قلت لك لما تيجي تقابلني تبقى تاخد تاكسي. ايه؟ ليه؟ اصل احنا النهارده 30 في الشهر ولسه ما بطلش يا زينة. لا انا عارفاك كل الفلوس بتضيعها على الطاولة. ما انا من على الطاولة، اتسرب بقى، ما انا كفاية كده هوت مستحملاك للاخر. طب ما تتنرفزيش يا حبيبتي، احنا النهارده هنأدي ليلة يا ظريفة، ما تعتمنيش عليا في الأول. لا لا يا مخيمر ما يصحش ايدك من عليا، لا مخيمر لا ما يصحش ايدك من عليا. أنا ما اسمحش بالمسخرة دي في بيتي. إذا ما كنتيش محترمة صاحب البيت ولا محترمة نفسك، راعي الطفل لازم يتربى في جو نظيف. أفندم سيادتك بتقول إيه؟ أنا ما اسمحش بالمسخرة دي في بيتي. أولاً ده مش بيتك أنت. ثانيا انا حره بيتي زي ما انت حر ببيتك. تدخل واحده ست، ادخل واحد راجل، كل واحد فينا حر. حر؟ احر. ساعة كام؟ واقفه. بس يا سيدي، وفي اخر الفيلم البطله طلعت امه. جرايه واقف النونو ماله مبلم كده هو وزعلان. مش عارف، لازم نبلم من الفيلم. فيلم؟ فيلم ايه؟ بس انا كنت بحكي له فيلم من بتوع حسن الامام. حسن الامام؟ اه. قتل البطله في اخر الفيلم طلعت امه. لا انت مغرش أستاك زادة بقى يا سكونة. طب مع السلامة. شكل. تفضل. تعالي. انت وحيد.
بص يا سيدي بقى، انا جبت لك كل حاجه، متسيكل، وجبت لك عروستين، عروسه شقره وتحت ايه عشان كنت صغير، وعروسه سمرة كبيره عشان لما تكبر. بص وتفتح وتغمض عينيها اهي. وجبت لك بقى كتاب عشان اعرف اتفاهم معاك، اسمه سيكولوجيه الطفل. سي حسين يطلع مين سي ايه اسمه ايه؟ بس خلاص انت مالكيش دعوه. طب والنبي يا دلعادي سي حسين، خدمه صغيره، حضرتك قاعد سي ليه؟ والنبي الهي يسترك وينجح مقصدك، عندي فمين غسيل فوق، اذا كان ممكن يعني تاخد معايا فوق، يعني اذا كان ممكن الهي يسترك اطلع اخد فم وانزل اوام. ما تاخريش. لا والنبي في ساعتها. الهي يخليك يا سي حسين. مش معجب انت الظاهر بالحاجات الميكانيكيه. تحب ان اتصفح الاخبار ولا تشوف الكتاب بتاع سيكولوجيه الطفل؟ اه انت ظاهر غاوي الكتب. اتفضل يا سيدي اتفضل اقرا لنا بقى. مش عاجبك انت؟ طب ما تيجي نقرا الاخبار. اتفضل تقرا انت ولا اقرا لك؟ ايه هنا؟ حاضر انا هجيب. شوف يا سيدي، حصار قاعدة خسانة في فيتنام. مش معجب انت الظاهر بيه. بفضلك مالكش دعوة بيه. كنت بقرر الأخبار. أخبار؟ اتفضل خد الحاجات دي هي وما تتدخلش في حياتنا الخصوصية تاني. حاضر. ولو سمحت كمان تشوف مشكلة الشقة دي وتحلها. حاضر. خير يا سكين. سي عبد الفضيل مات. مات؟ يو يقطعني، عايز اقول عزل. الحمد لله. يلا يا سكين الم الحاجة عشان نعزل الشقة تاني. لا مفيش داعي. أنا اللي هعزل. لمي لي هدومي. تقرا الاخبار النهارده؟ استاذ حسين اقراها. اعمل معروف، الهي يسترك وينجح مقصدك. وبعدين تيجي الست تلاقيك هنا توديني في داهيه، اعمل معروف الهي يخليك والنبي. طب خدي اديكي حاجه كده تجمد قلبك. استاذ حسين لا ما احبش الحاجات دي، وانا بتاعت كده برضو يا خباريس ودوم نيل. لا ما احبش الحاجات دي يا استاذ حسين. ايه ده؟ ب 50 قرش. كويس. انا بقول يا استاذ حسين لو جنيه يعني يبقى احسن. خلاص يفتح لك. كويس كده. يلا اتفضل خد يا سيدي. ولا ذنب لي وزاد بلهيبي ولا
هجر ومني نفر غزالي هجر ومني نفر 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 غزالي هجر ومني نفر 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 غزالي هجر ومني نفر غزالي أبحث عن شقرة شخصية يفا أبحث عن شقرة شخصية يفا تسكن في جنبي تمشي ورا جيبي تسكن في جنبي تمشي ورا جيبي أبحث عن شقرة كلهم 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 طمعانين فيا يا سكينة وكل واحد داخل عليا بطمع شكل ما انت اللي بتطمعيهم فيك يا معلمة اصلك طيبة قوي بخاف من الوحدة يا سكينة وبقول اهو راجل مالي عليا البيت يا معلمة ده انت تملكي 100 بيت راجل ايه وطاجن ايه لو الطاجن الاخير عبد الواحد الله يقطعه كان عايز نعمله مطرب واجهز له الفرقة راجل تعيش بس الطرب يا سكينة والقسطوية طب وحياة النبي ان الست زينب بتضرب احسن منهم كلهم ست زينب ايه الاخبار اطمئن اوي بس الدولة فروشتها لازم ياخدوا حالا حالا ابي طمني البيت الزهر اتخض قوي دايما الاب بالنسبه للطفل الاول بتكون عاطفه زايده شويه استاذن ازاي تديله روشته انا اديته حاجه ما شفتيهوش لما خطفها مني ازاي فالحه بلاش تعملي في نفسك كده يا ست هاني دلوقتي يبقى كويس طب وحياه النبي ان الدكتور قال ان اول ما هياخد الدواء السخونه هتنزل جبت الدواء دلوقتي حياتك كويس انت تعبتي قومي استريحي بقى شويه انا مرتاحه كده متشكره قومي استريحي انت شويه انا مستريح كده كويس مش طبخه كويسه حاجه كده على مقاسك لا دي حاجه هايله انا خايف على صوابعي تمشي قوي العفو
عايزه زهق؟ لا انا هاخد واحد. طب انا كنت عايز اسالك عن وحيد. انا كنت فاهم انه ابن حضرتك، وبعدين سكينه قالت لي ان ابن اختك. فين امه؟ فين ابوه؟ امه ماتت وابوه ما نعرفوش. انا متاسف قوي، ما كنتش فاكر ان السؤال ده مؤلم بالشكل ده. اي راجل بيقابل اي ست بيحاول دايما انه يقلمها للدرجه دي واكتر من كده. حكمك عن الرجاله غريبه. حكمي عن الرجاله واقعي قوي. ده حكم قاسي ومتعسف. طبعا ما انت لازم تقول كده. انت باسط نفسك قوي. النهارده مع واحده وبكره مع التانيه. تاكلك عامل زي البحاره. ليك في كل بلد حبيب. فكرتك عني سيئه قوي. طول عمري بسمع ان الرجاله كلهم كده. انت كنت سالتني عن وحيد. تحب تعرف ابوه مين وامه ماتت ازاي؟ مفيش داعي اذا كان ده بيسبب لك اي الم. انا كل ما بشوف ابنها بيزيد الالم في قلبي. واقعد اسال نفسي يا ترى مين الغلطان؟ هي ولا هو؟ هي جاوبت على سؤالي انتحرت، ومن ساعتها ابنها المسكين معايا زي ما انت شايف. لكن ابوه مين وفين؟ ما اعرفش. مش معنى ان في راجل جبان يعني كل الرجاله جبن. في كده وفي كده. كلهم متشكل. تسمحي لي ابقى افوت اشوف وحيد؟ مش معقول ناخد ذنب ده. عشرة كتير شوية. خلاص خليهم تسعة. أنا عن نفسي كنت عايش من غير تفكير. على الأقل ما كنتش بفكر إلا في نفسي. الكلام اللي قلته لي عن وحيد وأبوه خلى عندي إحساس غريب. أنا الأب الجبان اللي هرب من ابنه. قصدك إيه؟ قصدي أقول إن الإنسان بيخطئ، بيخطئ كتير وبينسى، لكن فجأة بيفتكر. ليه ما تكونش واحدة من اللي أنا عرفتهم خلفت وحرقت نفسها زي ما عملت أختك؟ أختي دفعت الثمن حياتها، لكن المجرم، المجرم زمانه عايز سعيد. مش يمكن ضميره بيعذبه دلوقتي وعايز يصلح غلطته؟ هل راحت؟ أنا آسف، نتكلم في الموضوع ده بعدين. أبدا بالعكس.
ماليش حاجة. أصلح غلطتي. أنا ما اسمحلوش إطلاقاً يشتمني ويهزقني، فاهم؟ اتفضلي. حتى لو كان أبوك. أبويا؟ أيوة أبوك، يشتمني ويهزقني بتاع إيه؟ هو وبرمول الطرش اللي معاه دي. ها؟ هما شرفوا؟ لا مشوا. شتموني ومشوا. أو بيقول لك لا أنت ابني ولا يعرفك. ليه؟ حصل إيه بس؟ ولا حاجة، وبيقول لك كمان لما أنت متجوز بتضحك على بنات الناس ليه؟ بس طولي بالك، نتفاهم. هروح أوصله وأرجع. مش هتلاقيني، لا هنا ولا في الشقة ولا في أي حتة في الدنيا. امال هتكوني فين؟ مش شغلك. قولي يا استاذ وحيد، بالله عليك ماما ليها حق تزعل مني؟ انا ذنبي ايه في اللي حصل ده؟ انا هحكي لك الحكايه من اولها وانت احكم. زمان وانا صغير قدك كده. اي والله وانا قدك كده في اللف، عمي الشيخ حسنين خلف بنت سماها حسنين، ويوم سبوحها قروا فتحتنا احنا الاثنين، ومن يوميها يقولوا لي دي خطيبتك. ازاي؟ على أني أساس أو كده وخلاص؟ بقى أنا دلوقتي أقدر أخطب لك؟ ممكن ده؟ إيه؟ تعرف بقى أنا إيه اللي أقدر أعمله لك؟ أكلمك في حاجة مهمة قوي. أخطب منك إيد ماما. تسمع؟ متشكر. موافق؟ يا رب توافق هي كمان.